بقصة شخص اسمه بول، وهذا الشخص كان يعد أسمن أو أثقل رجل في العالم، كان وزنه 450 كيلو. هذا بول كان وصل لمرحلة فقد الأمل وفقد أنه خلاص هذا وزني، ودائما الأشخاص دكتور اللي يوصلون لهذا الوزن الزايد عندهم حلين، إما العلاج أو الموت، يعني كل شيء في جسمه يبدأ يتعطل. بول دخل الفيسبوك وتعرف على، وكان يأكل دكتور، كان يأكل 20,000 سعرة حرارية في اليوم، يعني وجبته كانت 20,000 سعرة حرارية، والشخص الرجل البالغ مفروض يأكل يستهلك 2500، يعني تخيلوا. فدخل على الفيسبوك تعرف على وحدة مرأة، هذه المرأة أحبها بول وأراد أن يثبت لها أنه عنده إرادة ويقدر يضعف ويتزوجها. وبالفعل خمس سنوات ضعف فيها 300 كيلو بنفسه. في البداية ما كان يقدر يتحرك لأن وزنه كان وايد ثقيل، نزل أول 200 كيلو، بعدين بدأ يسوي الرياضة، يأكل أكل صحي، وتزوج المرأة اللي أحبها واللي عطتها هذه الإرادة وهذه الموتيفيشن. فأيضا هذه قصة فيها عبرة حق الأشخاص اللي قد يستسلمون، أو الشخص اللي يستسهلون العمليات الجراحية. حاول في البداية، ما قدرت إلجأ إلى العمليات.